جه معانا دلوقتي وفقره الهاند بريك. معانا النهارده في فقره الهاند بريك تقرير حصري، ورحنا لغايه موسكو علشان نجيب لكم التقرير ده. صراحه الفقره بتاعت النهارده دي مميزه جدا. معانا النهارده في هاند بريك تقرير خاص بالدوره الاولى لباس وورلد موسكو روسيا 2016. تعالوا نشوف التقرير الخاص بباس وورلد ونرجع نكمل الكلام. موسكو العاصمه الروسيه اللي تاريخها بيرجع للقرن ال12 ومساحتها اكبر من 2500 كيلومتر مربع، ومع زياده في عدد سكانها عن 19 مليون نسمه، ومع حركه نمو سريعه فيها خلال ال25 سنه الاخيره بعد تحررها من النظام الاشتراكي، كل ده اهلها انها تكون واحده من اهم العواصم الاوروبيه واكبرها. وده طبعا استلزم من القائمين على ادارتها وتطويرها بان يزيدوا من اهتمامهم بوسائل النقل العام، سواء شبكه مترو الانفاق العظيمه او شبكه الاتوبيسات او حتى خدمات الميكروباصات المتوسطه. ده كله خلق فرصه كبيره للدعوه لتنظيم معرض متخصص للاتوبيسات، سواء المخصصه للنقل العام او السياحيه، واللي بدوره بيخاطب فكره محاربه الازدحام الشديد لمدينه موسكو من جانب، ودعوة دولية لتسليط الضوء على صناعة الأوتوبيسات الروسية، سواء الموجهة للاستخدام المحلي أو للتصدير من جانب تاني. ومن هنا تم الدعوة لتنظيم الدورة الأولى لمعرض باس وورلد في موسكو، اللي بيعتبر امتداد من دورة المعرض الأم في بلجيكا، واللي بيمتد تاريخها لأوائل سبعينات القرن الماضي. شارك في المعرض مجموعة متميزة من مصنعين الباصات المحليين، واللي كان على رأسهم مجموعة كاز، مجموعة كاماز، مجموعة ماز. وكان من أهم الأحداث الجانبية اللي شهدها المعرض تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات تحت مظلة أكاديمية باس وورلد والاتحاد الدولي لنقل الركاب IRU. نرجع بقى من روسيا ونرجع من موسكو، وشفنا تقرير قوي جدا عن باس وورلد 2016. على فكره كانت الدوره دي هي الدوره الاولى اللي بتتعمل في موسكو لباس وورلد. بصراحه يعني شكل العام ممتاز جدا، وطبعا المعرض كان قوي جدا، وفي اهتمام جامد قوي في الحته دي دلوقتي في الدول كلها ان هي بتهتم بوسائل النقل ووسائل المواصلات، وبداوا يهتموا قوي بالمعرض الخاص بباس وورلد. وطبعا احنا كنا اتكلمنا في اون تراك عن باس وورلد اللي اتعمل كل دوراته اللي فاتت، يعني بنحاول على قد ما نقدر نهتم بالحته دي، لان الفتره اللي جايه هيبقى فيه اهتمام عالي قوي بوسائل المواصلات، بالذات بعد ان البنزين عندنا في مصر غالي. فالمفروض الفتره اللي جايه نهتم شويه ان احنا نطور وسائل المواصلات بتاعتنا علشان نبتدي نقلل من الازدحام في الشوارع للعربيات الملاكي عامه يعني. وطبعا العالم الفتره اللي جايه زي ما انا عايز مصر تهتم بوسائل المواصلات ووسائل الخاصه بنقل الركاب، العالم كله ماشي في الاتجاه ده. يعني
مش احنا بس، انا عشان بس الناس تفهم المعلومه صح، عايز اقول لكم على معلومه كمان. اوتوبيس واحد زي اللي جنبي هنا ده بيساوي 25 عربيه. لك ان تتخيل بقى، يعني النهارده اوتوبيس لما يساوي 25 عربيه، شوف هنوفر بنزين وهنوفر عوادم وهنوفر ترافيك زحمه، وكل القصه بتتلخص في الاخر في اوتوبيس. فانا النهارده لو انا قعدت اركز شويه في وسائل النقل والمواصلات، الموضوع هيفرق قوي للبلد. على فكره معرض باص وورلد ده يعني واحد من المعارض المهمه جدا، وده اللي موجود الدوره بتاعت موسكو دي، ده امتداد لمجموعه معارض باص وورلد العالميه اللي كانت بدات في بلجيكا عام 1973. فانا بكلمكم على حاجه قديمه مش حاجه لسه جديده، بس يعني هي ممكن يكون في مصر الناس مش عارفه معلومات كفايه عن المعرض ده، لكن انا بهتم قوي في اون تراك ان انا اجيب لكم التفاصيل الخاصه بكل ما يخص الاوتوموتيف مش عربيات بس، لان موضوع زي ده اكيد هيفيد المجتمع المصري بالذات لو احنا بدانا نهتم ونشتغل كحكومه على وسائل النقل والمواصلات. ده هيفيد الدوله، لان طبعا موضوع البنزين والعوادم والزحمه الكلام ده كله هيعود بالايجاب على الدوله، وطبعا هيعود على المواطن ان هو هيقلل من مصروفاته. بس قبل ما هنختم حلقتنا هسيبكم مع فيديو بيتكلم عن مجموعة السيارات الخاصة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، رئيس الجديد لأمريكا. ليه مجال وباع طويل في موضوع العربيات ده، فأنا أصريت أن أنا أجيب لكم الفيديو ده هنختم بيه، وبكده نكون خلصنا حلقة أون تراك النهاردة. أشوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله في نفس الميعاد يوم الجمعة الساعة 7 مساء على القاهرة والناس 2. سلام عليكم. Yeah.